دكتور محمد، يرجع البعض سبب التعايش في عمان إلى الطبيعة الدينية أو إلى المذهب السائد في السلطنة وهو المذهب الإباضي، ولكن في المقابل هناك تعددية أيضا مذهبية، هناك السنة، هناك الشيعة، هناك داخل السنة، هناك مذهب الشافعي وغيرهم من المذاهب الدينية. ما هو السر الديني أو في التعايش الديني بالتحديد في عمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في حقيقة الوضع أن الطبيعة العمانية لكي نفهمها جيدا لابد أن نعود أيضا إلى الوراء، لابد أن ندرس التاريخ ونعرف ما الذي شكل الهوية العمانية أو الثقافة العمانية أو الشخصية العمانية كما يطلق عليها. عمان بلد يقع على المحيط الهندي ومنفتح على هذا المحيط الذي يصل بين الشرق وبين الغرب. العمانيون عرفوا البحر وعرفهم البحر، ارتادوا البحار وانطلقوا عبر سفنهم من المحيط عبر المحيط الهندي وصولا إلى الصين، وصولا إلى إفريقيا، وحتى الغرب وصولا إلى أمريكا. بمعنى الموقع الجغرافي ساهم في هذا التعايش والتنوع؟ لا شك في ذلك، لأن العمانيين خرجوا من عمان والتقوا بكل الثقافات والحضارات في العالم. ومنذ القرون الأولى كان العمانيون لهم وجود في الصين وفي إفريقيا وفي مختلف قارات العالم. هذا التعايش والتواصل الحضاري مع الآخرين أكسبهم ثقة بالنفس وأكسبهم معرفة بالآخرين. جيد. ونفع عنهم الخوف من الآخر، فلذلك ثبتوا على هويتهم وتعرفوا على الآخرين ورحبوا بمن زارهم في بلادهم وعاش معهم. جميل. وكونوا معهم نسيجا واحدا من هذه الثقافة التي ترحب بالآخر وتتعايش معه وتتفاهم معه وتتحاور معه وتنأى بنفسها عن أي مشكلات موجودة في المحيط. هل للمذهب السائد المذهب الإباضي في عمان أثر أو دور في زرع هذه الثقافة؟ ربما يكون له دور، من حيث إن المذهب الإباضي ينأى بطبيعته عن كل أوجه الصراع المعروفة منذ نشأته. ومنذ القرون الأولى كان الإباضية دائما بعيدين عن التوترات السياسية. هل هناك مكان لفكرة التعايش في المناهج التعليمية، بمعنى أن غرس هذه الفكرة في عقول وفي أذهان الطلبة منذ صغرهم فيتربون على هذه الفكرة؟ نعم، بكل تأكيد موجودة، يعني فكرة حاضرة في المناهج الدراسية. فكرة حاضرة منذ الصف الأول الابتدائي وحتى المنهج الجامعي. أنا اطلعت على المناهج العمانية ودرستها ورأيت فيها هذا الموضوع والتركيز على موضوع التسامح والتعايش وقبول الآخر والحوار والسعي بالصلح بين الناس و يعني نموذج العفو والصفح وغير ذلك. هل هناك محظورات قانونية، بمعنى عدم التطرق إلى مثل هذه المواضيع أو إثارتها بحيث أن القانون يعاقب على؟ نعم، القانون يجرم كل هذه الأفعال، سواء استعمال العنف أو التطرف أو حتى نشر الكراهية بين الناس. فالتعرض إلى معتقدات الآخرين أمر يجرمه القانون. يجرم القانون العماني. نعم. وهذا أيضا ينعكس في التشريعات التي تصدر، بمعنى أن فكرة التعايش تنعكس على المجلس التشريعي أو البرلمان أو المجلس العماني، ويراعى ذلك في تشريعاته وقوانينه؟ نعم، يراعى ذلك. كل ما يدعو إلى وحدة الصف وإلى استقرار البلد وإلى تحقيق الأمان للناس والمساواة، هذا كله يكون موجودا سواء في التشريعات أو في الممارسات اليومية للحكومة. عندما يعني نذهب للشأن الديني مثلا، الشأن الديني في الوزارة هو للجميع ومن الجميع، فبالتالي لا يوجد هنالك تمييز بين مسجد وآخر أو بين مدرسة وأخرى. المذاهب تصلي في مسجد واحد؟ المذاهب تصلي في مسجد واحد وتتعامل مع بعضها البعض، والكل في عمان يعتقد أن المساجد لله فلا يدعون مع الله أحدا، لذلك هم جميعا يبنون المساجد مع بعضهم البعض، يساهمون في بنائها، يعبدون الله سبحانه وتعالى فيها على قدم المساواة. في النظام الأساسي العماني وهو الدستور بمثابة الدستور، وهناك ضمان لحقوق الأفراد والمساواة بينهم وضمان أيضا حرية المعتقد، لكن في ذات الوقت لا يوجد هناك أي إشارة للقبائل أو حتى الأديان أو المذاهب. هل هذا أمر متعمد، بمعنى أن هناك اعتراف بحق الجميع وبنفس الوقت عدم ذكر أو التطرق أو الاعتراف الرسمي بقبائل أو مذاهب أو أديان؟ الطبيعة العمانية معروفة،
والقانون عندما يشرع فإنه يشرع للجميع، فبالتالي يعني كل من يعيش في أرض عمان الآن يعرف ما هي مكونات يعني المجتمع العماني، ويعرف كذلك كيف يتعامل العمانيون مع بعضهم البعض، فهي عبارة عن نسيج اجتماعي متكامل متآلف متواد متراحم، ويعني لا يوجد هنالك ما يدعو إلى أن يكون هنالك نصوص قانونية لطائفة أو مدرسة أو مذهب أو غير ذلك، لأن مكونات الدولة مكونات واحدة والكل أمام القانون سواسية، ولا يوجد ما يدعو إلى المحاصصة أو إلى تخصيص قانون لأناس دون غيره. طيب اليوم إذا أتينا على الصعيد المسلمين، هناك في 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 عمان الإباضية والسنة والشيعة، ألا توجد اليوم أي مطالبات لأي طائفة أو فئة من هذه الفئات، مطالبات خاصة فيهم أمام الدولة؟ في ظل الوضع الراهن لا توجد هذه المطالبات، ولا يوجد من يأخذ في ذهنه أن يطالب مثل هذه المطالبات، خاصة أن الوضع مستتب، والتجربة العمانية يشهد عليها في الداخل وفي الخارج بسعة النظر وبالاتساع وقبول الآخر، والكل متناغم مع هذه يعني التكوينة التي تعيش في السلطنة، فبالتالي لا توجد مثل هذه المطالبات. لا توجد هناك امتيازات خاصة مثلا يطالب فيها، بحيث تكون هناك محاكم مثلا لطائفة معينة مطلقا، أو مساجد خاصة لطائفة مثلا مسجد للشيعة ولا محكمة للسنة أو إلى آخره من هذا؟ مطلقا لا يوجد. نعم ربما تكون بعض المساجد، لأن النظام عندنا في عمان أنها تسمى المساجد بمن أنشأها، بمعنى أن الذي ينشئ ذلك المسجد أو يبنيه يذكر قرين بنائه المذهب الذي عليه، ولكن ليس معنى ذلك أنه محتكرا ومخصصا لهذه الطائفة أو لهذا المذهب، وإنما نذكر ذلك حتى لا يكون هنالك خلاف فيما بعد في 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 إذا نشأ في بأي نوع كان حول المسجد. على صعيد التقاضي وقانون الأحوال الشخصية مطلقا لا يوجد هناك مساواة تامة.